بسم الله الرحمن الرحيم. يغفل الإنسان ويرى نفسه أحسن من غيره، لكن أهل الإيمان في دوام الخشية لا يأمنون مكر الله ولا يطمئنون إلى أفعالهم وأعمالهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي، يقول: كنا نجلس مع سفيان الثوري، سفيان الثوري تابعي، صحابي يجلس مع التابعي. يقول ابن مسعود: كنا نجلس مع سفيان الثوري فوالله كأن النار قد أحاطت بنا من شدة خوفه وخشيته من الله تبارك وتعالى. هكذا كانت القلوب الحية يخافون من الله، قلقين على طول، دائما كن قلقا، كن خوافا، لا تأمن. ربنا يا ربنا.